السلام عليكم، رجعت لكم اليوم مقطع جديد من لعبة ماينكرافت. راح نبني الحين فخ للوحوش عشان نحصل منهم الموارد حقتهم، وهي نقاط خبرة زيادة وزادت كل أغراض. مشكلة هلو أغلب الأغراض اللي احتاجها هم صيدلية كلهم كذا. إذا حسيتم لازم نجي نرتبهم صيدلية، وأخذ كذا الفأس محتاجة، خذ هنا من الماي محتاجة، الأكل محتاجة، هنسيب محتاجة هو حصى، خلهم كله هنا هذا يكفون بس. وبنيتها فوق أعلى شيء، أروح فوق بعدين أزرع لكم. الحين لازم بنيت كل ذا سكل الوحوش يذون اللي هناك، لأن ياخذ وقت طويل. أول أخذ فيه وقت طويل وأنا قاعد أبني، والحين لازم أصير نحط ذي واحدة، وبعدين نبني من كل ذا 7. واحدة، 2، 3، 4، 5، 6، 7، ومن الجهة الثانية 7، وبقية الجهات 7. هذا أفضل لي كم؟ 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. يبقى هنا 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هنا حطيت ظالي لأن كان هنا الماية كانت تتزمت، بس كده حطيت ظالي بس. بعدين لازم نغطي كده المكان على شكل مربع مائي اللي هو هنا. وصلنا 7، هنا نخليه 6، بعدين نخليه هنا 5، هنا كذي 4، 3، 2، 1، نسوي كل البقية ذهبت. الحين بعد نملي كل الطبقات اللي نبغاهم، أنا أبغى بس 3. الطبقة الرابعة تكون هي زيادة، بس هي 3 بس اللي يذون فيها الوحوش. وبعدين لازم نحط ذا المراقب، نحطه تحت ذا يجي على زاوية كذا، أيوة يجي على تحت عشان يفعل ذي، وذي نحط فيها موية ونحط في البقية برضه. هاي بنيتها 3 طبقات، وهي المفروض بسيط طبقتين أحسن، بس 3 اللي عادي. بس كان يفضل ثانية 2، بس أنا بنيت 3 عشان كذا ما بكسرها كذا، بس بحط 2 مثل ذا ونحط الموية 3. بعدين لازم الحين نصعد فوق، لأن هذا آخر واحد. إيه هذا آخر واحد المفروض اللي يوصل اليسارة. ثاني تي 8، الحين كسر كذا لي ونحط هذا. بعدين لازم نغطي كل ذا بالبلاط، ونطلع من هذه من هنا، نطلع من كذا 14 حبة. بدي اسحبها، انا اغطيها بعدين اذيكم. الحين خلصت كل هذه الزهة، كل هذه الزهة، والحين نبني هذا اللي وصل المؤقت احسن، اللي هذا المؤقت. بس هنا نحتاج نحط هذا، لازم ابني فوق زيادة. لحظة، هاي الزهة في وحوش تحتي اصلا من الحين. ابني كل هذه الزهة وابني فوق الطبقة الثانية، ثاني بحتاج ابني فوق اصلا طبقة ثمديني احط ذلك كله. كل هاي الزهتين لازم احط فيها طبقة ثانية، لان يعني الحين عندي من البلاط سويته كله، سويت اللي كان عندي اياه، ما عاد حبة سويت فيها المقبض. لا هذي كسر هذي. نعم نسوي له هنا، المفروض ان يكفي. نحط هذه هنا ونسقلها، ونحط هذه هنا، والمفروض نحط ذا 16 لا هناك، ورازع برضه نخليها على رقم 4. نسوي زي كذا، وإذا طفيه المفروض تشتغل. أيوة تشتغل، بس لاحظ في واحد أنا زيد طولت، لا مخليه يجي يوصل لهنا، بس لازم يوصل من آخر وحدة تقريبا. إذا عدل بعدين أزيد لكم مرة ثانية، إذا بس أزيد أعكسهم. رجعت لكم الحين بعد عدلتها. المفروض نحط الزر هنا، المقبض هنا، ونحط ذا ونخلي اللمبة ذي سقالة، ونحط ذي ونوصلها لا أختي على حسب الطول اللي نبغاه احنا، على حسب الوقت المفروض يمر، لأن إذا لو نخلي ذي على 4 بعد نوصلها ذي كذا. أنا حطيت هنا عشان لما ذي وصل هنا المفروض الموية هنا تستغل وتنطفي كل شوي، الموية تستغل وتنطفي. وهنا في وحوش كثيرة، زين اختفوا.
هنا مثل المسكة ده بيزان الجبهان الهياكل العظمي. أولا يمكن مدة ثبت السقوط. أيوة مدة ثبت السقوط. الحين أروح فوق بعدين أرد عليكم مرة ثانية. الحين نحط الصناديق، عدد صناديق قليل عشان كذا لا نحطهم بس كذا. والحين كيف أوصلها؟ لا ما كسر واحدة من ذاك. حط الصندوق هنا زي الصندوقين ويا بعض عادي. كسر هذا الحبل الحين من الحصى، بعدين نوصل ذاك كلهم في الصندوق، أو كلهم عطين يوصلون على بعضهم عادي نفس. لا لهم واحد يوصل على الصندوق برضه، وين يوصل على ذا. والحين نحط ذا الحذر وخلصنا. الحين لازم اروح اسقل لها لاني طفيتها بالزر اللي طاح توه من اول مره بعد سقيت. كذا المفروض يطيحون هنا واذا اقتلهم، بس لازم احضر اللي البلاط على ذا عشان يروحوا يصيدون هنا. هنا حطيت بلاط فوق وبالحواف هنا حطيت بلاط، وهنا كيس. هنا السلال المفروض لازم اشوف موضوع سندالي، يمكن لازم اذا يغطيه من فوق هنا عشان لما يجون يطيحون لهنا لا يقدرون يضربون بعضهم بعد كلهم. لا عندي وقت طاحت تحت. شايفين كمية الحوض اللي قاعد تطيح كل شوي؟ الحين بس انزل تحت احط البلاط واجي اقتلهم كلهم. كيف الزومبي الصغير صح؟ لا الوحش اللي بدون مخ الصغير. علي. لا بدي اقتلهم ذا يطيحني برا. وخر وخر خليه حظي هنا. لازم الحين اقتلهم لاني نسيت احط ذا اللي هنا من البلاط برضه. كان محط لا ما ادري كثير بعدين اجي افضح. الحين عديت كل المكان وضعوا كمية الوحوش كلهم اللي قاعدين يطيحون، ما عدا في هنا ذا الوحش اللي بدون وقت طلق عليه بالأسهم والعناكب. أنا تخاف من العناكب هي أكثر شيء. حد يجي يطلق عليهم هنا وإذا قتلهم هو سهل لما كسر ذا العمود عشان لا يجون يعلقون فيه، ولازم نرفع ذا الأماكن. بس الحين ننتظر كل ذا حتى يجون يطوحون نجي نقتلهم من جديد. ذا بدأ اللافتات لاحتاج محتاجة الحين ضربة قدسي كلهم يضيطوا هنا حتى ذا اللي ذنب الوحش اللي بدون الغرب المتحول. لا ينفجر لي مرة ثانية، ذا انفجر لي مرة ثانية. طبعا صي ما كسر شيء لنا في الماي، يمكن لازم ارفع مكان الماي عشان يعني ينزل عدل ذا اللي هنا، بس المفروض يكون زي كذا خلاص. مع السلامة.